الأولى نتيجة تركنا هدف مقابل صفر لصالح اتحاد عين البيضاء. إشارة فقط مع بداية الشوط الثاني هذا، سقوط أمطار نتمنى أن تتواصل ولو أننا تحت هذه الأمطار، الأمر اللي راح يصعب من المهمة نتاعنا، لكن راح تكون من دون شك بشرة خير على الجميع وخاصة للفلاحين. نتمنى باش تتواصل الأمطار هذه اللي هي بشرة خير على كل، والمهمة نتاعنا مش راح تكون سهلة في الشوط الثاني هذا، لأن كما ذكرت رانا تحت الأمطار هذه. بدون إطالة هناك بعد اللقطة هذه رايح نستعرض معا تشكيلة الفريقين، ما فيش تغيير في صفوف ممثلنا باستثناء التغيير الأول اللي طرا في الشوط الأول، حيث خرج خرخاش وخلفه اللاعب الأريبي اللي يحمل رقم 15. بالنسبة لاتحاد عين البيضاء عندنا في حارس عندنا نويوة عجلية رقم 2، بوغندورة 3، 4 ميباركي، 5 بن تونسي، 6 زغدود، فوديلي 7، 8 عباد، 15 لاريبي. وخطيرة خطيرة اللقطة هذه، وحذاري من الهفوات، حذاري من الهفوات في الدفاع. ثمانية قلت عباد، 15 لاريبي، 10 حمام دية، و11 عميار مسجل هدف. والإعادة للقطة الأخيرة هذه لصالح العناصر المالية اللي الآن يحاولوا القذف من بعيد ويرميوا بكل ثقلهم في الهجوم، خاصة وأن الرياح مساعدة لهم في الشوط الثاني هذا. مهمة الدفاع نتاعنا راح تكون صعبة، وحذاري ديوب، ديوب، فوضيلي من هناك، ماغاسوبا، ونويوة، نويوة في المكان المناسب ينقذ الموقف. تتواصل الحملات وسقوط الأمطار دائما على المنطقة. عميار، معزول عميار، اثنين من المدافعين، كوني بالمرصاد، زغدود منير، زغدود منير لفوضيلي، ما توصلوش. والدفاع ناحية ماغاسوبا أمامه بن تونسي. سيد زبير نويرة يقول خطأ لصالح اتحاد عين البيضاء، إلى جانب الأمطار اللي تتهطل برد شديد هنا في عين البيضاء. ينفذ الخطأ ناحية بوغندورة، بوغندورة أمام عبادي، فضل يرجع للوراء ناحية بن تونسي، بوغندورة من جديد لعباد، عباد يراقب الكرة نتاعو وخطأ منه، ماغاسوبا ينطلق، ماغاسوبا وبقوة، قوة بن تونسي ينقذ الموقف في هذه الأثناء. أمطار برد ورياح. زغدود، زغدود ناحية لاريبي، شوف لاحظ فيها فوات في اللاكس، في المحور نتاع الفريق المالي، يجب استغلاله، يجب على الفريق باش يستغل هذه الهفوات، دعم أكثر من لاعب في الهجوم. عميار، عميار في صراع مع كوني، إبراهيم، عباد، عباد من جديد لمان، تروح الكرة لماغاسوبا، ماغاسوبا من هناك، سيسي ما توصلش الكرة، وبوغندورة، بوغندورة بالعرض ناحية فوضيلي، فوضيلي ما تخرش الكرة، ما تخرش الكرة، عجدير وفي الأخير تمس لصالحه، تنفذ بسرعة ناحية عميار وخطأ، خطأ، خطأ. سيد زبير نويرة اللي كان قاسي في نبحو البطاقة الصفراء لعجدير، كان يستحقها، مخالفة مقوسة وتدخل الدفاع. بوغندورا يسترجع الكرة، ما يتمكنش، سيسي من هناك، وتسلل، تسلل يقول مساعد الحكم عنصري العروسي،
سعد الأول هذا السيد العنصري العروسي. فيلات التحكيم نذكر من تونس الشقيقة. زبير نويرة حكم رئيسي سعد معنصري العروسي إلى جانب صالح القرجي كحكم رابع سيد بالبرج العربي. ومراقب المباراة هذه هو السيد يوسف نداي من السنغال. حمام دية سلسلة من المراوغات يتقدم حمام دية دائما مش راح يفعل يقذف وجانبية. ماما توكل في المحاولة الفردية نتاع حمام دية وسط مجموعة من اللاعبين ومحاولة القذف وفي الأخير جانبية. هارونا مكلو وبطاقة صفراء الثالثة في اللقاء هذا لارونا رقم 12 مكلو. شوف كيف الخطأ وهذا حمام دية. حمام دية في سلسلة من المراوغات ومحاولته للقذف. راح يطرأ تغيير بعد مشاهدة الإعادة في صفوف ملعب المالي. رقم 4 جلاديو راح ياخذ مكان رقم 7 محمد سيسي. جلاديو يدخل مكان رقم 7 محمد سيسي. وتنفيذ الكرة الثابتة هذه قبل بن تونسي عالية والدفاع. سيسي حمام دية خرج محمد سيسي ويبقى رقم 10 سيد سيسي. بوغندورا حاول يفتح بوغندورا وتجيب نتيجة الكرة هذه ركنية. من بين المتفرجين نشاهد اللاعب سيريدي اللاعب الدولي السابق لاعب شكرا للزملاء والمخرج حزوري مصطفى سيريدي لاعب ترجي كلمة عجدير ما باركي ما توصلش لي منير زغدود والكرة لصالح عناصر اتحاد عين البيضاء وتمس في التنفيذ عجدير. عجدير عجدير يقول حكم اللقاء زبير نويرة حكم التونسي خطأ لصالح فريق اتحاد عين البيضاء. برد شديد هنا في عين البيضاء إلى جانب الرياح وتهطل الأمطار الشيء اللي صعب من المهمة نتاعنا. بوغندور مليحة منه لعميار عميار يفتح عميار والدفاع دفاع بالمرصاد. بوغندور في هذه الأثناء الفريق المحلي اتحاد عين البيضاء أصبح يتحكم أكثر في الكرات ويلعب أكثر في الهجوم عكس ما كان عليه في المرحلة الأولى. كرة القدم هي هجوم قبل كل شيء. ماغا سوبا ما يمرش ماغا سوبا استرجاع الكرة من زغدود. منير طويلة من منير عميار وما موت طويل اسم الحارس هذا ماموتو كاني. وإرشادات ديارو موديبي المدرب التشكيلة تشكيلة ملعب المالي
من تونسيس ترجع ناحية العريبي، العريبي وعميار. قلت غياب بورصاص نبيل هداف الفريق أثر نوعا ما على مردود الخط الأمامي لاتحادين البيضاء، إلى جانب حمزة أيضا ماهوش متأهل. عباد، عباد مع اثنين من المدافعين يربح ركني، يجب استغلال الكرات الثابتة هذه، ركنية من تنفيذ اللاعب حمام ديا. بوغندورا، بوغندورا يمر مراوغا حمام ديا، ومراوغا وحمام ديا. فوضيلي، فوضيلي يحاول يغير، والدفاع سقدود بالعرض لابن تونسي، ابن تونسي مباشرة لمن ما توصلش الحمام دي. قسمين الدفاع، مباركي، مباركي ناحية العريبي ما توصلش، ما توصلش. وفي الأخير عباد، عباد أمام عميار، عميار في صراع كبير مع نيطو، وفي الأخير تمس. يعاني في هذا الأثناء، لو كان يعرف العناصر تاعنا كيفاش يستغلوا الهفوات هذه في الدفاع بإمكانهم إضافة أهداف أخرى. تا يتسنى لهم باش يلعبوا بكل راحة في مقابلة العودة اللي راح تجري يوم 22 من الشهر الجاري. زغدود، زغدود، عباد، عباد، ويقول مساعد الحكم تمس. ما يتمكنش من التماس هذا، ولصالح اتحاد عين البيضاء. بن تونسي، بن تونسي لبوغندورا، بوغندورا تمريره قصيره، عباد، عباد مليحه من عباد لبوغندورا، يحاول يفتح وكوني ما تخرجش للركنيه. إرادة أكثر عند عناصرنا في الشوط الثاني هذا، كان بإمكانهم في الشوط الأول باش يسجلوا على الأقل هدفين وثلاثة. شفنا لقطة نتاع حمام ديا، وجدي وجدي كان ضيع فرصة من ذهب في بداية الشوط الأول، بعدها تمكن عميار اللي قلت معزول وحده في الهجوم باش يفتح باب التسجيل في الدقيقة 14. هذا اللاعب البوكينابي رقم 14 عبد الله مع المدرب عبد العالي إريدير اللي سبق له درب ثلاث مولوديات، مولودية باتنا، مولودية قسنطينة، وأخيرا مولودية العلمة في بداية هذا الموسم. بعدها وبعد ذهاب سيد مقدادي من فريق اتحاد عين البيضاء، تولى السيد عبد العالي إريدير الإشراف على حضور فريق اتحاد عين البيضاء. هذا عبد الله، عبد الله اللاعب البوكينابي في صفوف اتحاد عين البيضاء. يبقى زميله الطراوري مش وطرة، وطرة مش متأهل. بقوة، بقوة للركنية، ركنية أخرى، وضغط من قبل الخط الأمامي لاتحاد عين البيضاء في هذه الأثناء. على الفريق أن يستغل هذه الكرات الثابتة، محاولة وجانبية ناحية القائم الأول لأنها لم تستغل. شوف حتى عدسة الكاميرا كما تشاهدوا على الريسبتور على الشاشة مبللة بالأمطار اللي مازال تتساقط هنا بعين البيضاء. معركة كبيرة على الكرة، سيسي سيدو ما يتمكنش، وفي الأخير تمس. هذا السيد ديارو
ديارو موديبي، نذكر انه المدرب، وهذا المدرب كان لاعب دولي في كرة اليد. هذه اللقطة هذه من رقم 14 عبد الله، ما يوصل شوي، عاني في هذه الأثناء فريق ملعب المالي. مليح يا زغدود، مليحة من زغدود تحت تصفيقات وعزيز الجمهور. زغدود مليحة لقطات هذه من قبل عناصرنا. يجب هكذا كرة القدم، هي الهجوم، الهجوم والهجوم فقط. صحيح يجب تأمين منطقة الدفاع، لكن الهجوم ضروري. عباد، عباد ورقم 12 هارون مطلي. تتواصل هزيج الأنصار ومساندة الفريق، هو في أمس الحاجة لأنصاره. ونفذ الركنيات الورد، تبقى الكرة خطيرة وعميار، وبعيدة يا عميار، بعيدة يا عميار. يجيب التأني، يجيب التأني في مثل هذه الحالات. هذا اللاعب اللي خرج رقم 15 الفو سيني كوما، لاعب دولي في صفوف الفريق المالي، كان لعب ضد منتخبنا الوطني بباماكو. شوط الإعادة والأخذ والرد وعميار وجانبية طويلة طويلة، ومعركة كبيرة على الكرة. بوغندورا، بوغندورا ناحية عميار، يصبح يساعدوا اللاعب البديل عبد الله. كل الأمور مبللة عندي. تشكيلة الفريقين، الريسبتور، نتيجة الأمطار، ودخول اللاعب رقم 13 هذا مكان رقم 15 لاعب نهوم كاميرا. بوغندورا، بوغندورا عباد، عباد بوغندورا، بوغندورا حمامدية، حمامدية تدخل الدفاع بالمرصاد. عبد الله تبقى عند حمامدية، والدفاع بالمرصاد اللي عاد. حقيقة فريق اتحاد العين البيضاء أكثر إرادة وأحسن بكثير من الشوط الأول. ويوا بسرعة ناحية بوغندورا، بوغندورا يسرع، بوغندورا وإرادة كذلك، إرادة كبيرة عند اللاعبين. بإمكانهم باش يفوزوا بثلاث أهداف أو أربعة، لما لا؟ عباد، عباد لبوغندورا مباشرة، ما توصلش لعميار، عميار، سيدو سيسي، ماكاسوبا، عجدير. عجدير خطا اللي سقط، عجدير خطا من عجدير، تتحول لرقم 12 حاول وانويوا، هارونا مكالي حاول القفز، وانويوا كان في المكان المناسب. بوغندورا من جديد لعميار، هدف مقابل صفر دائما لصالح اتحاد عين البيضاء امام ملعب المالي، واراده كبيره في الشوط هذا الثاني هذا لاضافه اهداف اخرى. عندنا كان الفريق قوقع في منطقه الدفاع نتاعو، وعميار وحده معزول في الهجوم. حاول في الشوط الثاني هذا باش يلعب في الهجوم أكثر. عباد توصلوش الكرة، وضيعة، تمس. زغدود، زغدود في وسط الميدان، زغدود وراوغا يوفق فيها. بوغندورا، كوني
ما توصلش وان ماغاسوبا. رده كبيره عند بوغندورا. سيسي سيدو حاول عن طريق المراوغه ما يوفقش. زغدود طويله من زغدود ناحيه عبد الله ما توصلوش وتنس. عجديه زغدود ورا كل الكرات كسر ويبني اللعب في ان واحد. عجدير فضيلي يرجع لزغدود. زغدود عجدير وكوني ترجع لي حمامدية. حمامدية ومراوغات وعميار وماما كوني بالمرصاد. لقطة كانت خطيرة لولا تدخل الحارس وهجوم معاكس. سيدو سيسي نهيط ماغاسوبا ما توصلوش. ماغاسوبا ما توصلوش وتمس. صالح هذه المرة بالتونسي. التونسي يفضل يترك المجال لبوغندورا. تنظيم محكم هنا في ملعب عين البيضاء. في 13 هذا و بطاقة صفراء أخرى لنهم كاميرا بينما خروج زغدود. تماس هامش الميدان لتقدم له الإسعافات. زغدود منير اللي حقيقة قام بدور كبير في هذه المباراة والمعول عليه. ماغاسوبا يبقى يسرع بالكره نتاعو ناحيه سيدو سيسي. حذاري من رقم 14. شوف الاخطاء لهنايا تركو رقم 14 هذا ادم كاميرا. لحسن الحظ القائم ينقذ الموقف. شوف الاعاده مره اخرى. في الشاشة ما شاهدش مليح نتيجة الأمطار. ممتازة والقائم مرة أخرى هذه المرة ينقذ الحارس ماما توكاني بعد العمل الكبير من حمامدية. هدف آخر يضيع. شوف الرأسية الرائعة ظن لي عميار. والقائم ينقذ ملعب المالي من هدف محقق. وأكثر هجوم فريق اتحاد عين البيضاء في الشوط الثاني هذا. حارس الشاب يلعب مكان بلوطي. اللي عنده مشاكل مع الفريق. زغدود عبد الله في ظروف صعبة. الفرقة التقنية أيضا تؤدي المهمة نتاعها تحت الأمطار الغزيرة هذه اللي تسقط. ست أمطار لصالح حارس النيوة.
طويلة. فضيلي عود لي زغدود. زغدود عجدير وعبد الله في وضع تسلل. كوني سيدو سيسي عميار. عميار يسرع عميار ويجيب الكرة نتاعو. عميار مباشرة لمن؟ ما توصلش لعباد مبركي. يب خطأ. أرضية صبحت زلجة. ما مكنتش بوغندورا من المراقبة وخطأ. عباد عباد يلحق على الكرة في الأخير. عباد عباد ضايعة 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 من عميار مسجل الهدف الأول. فرصة من ذهب فرصة من ذهب فرصة من ذهب. شوف كيفاش يضيعها بعد العمل الجيد من عباد. شوف كيفاش عميار عميار يضيع فرصة إضافة الهدف الثاني. ويو بوغندورا شوف خطأ 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 لحسن الحظ لحسن الحظ. زغدود كان هناك واتسم. عجدير عجدير من هناك. عبد الله عبد الله واصل. عبد الله يراوغ. عبد الله لمن يحاول ممتاز ممتازة من عبد الله. وركنية وركنية ركنية لصالح الاتحاد وفرص كبيرة وعديدة ضيعة. ونشوف المحاولة نتاع عبد الله كانت الكرة لمست أحد المدافعين وركنية تنفذ الركنية مقوسة كما ينبغي. وماما توكاني بالمرصاد صارت فوق الجميع. بكر كي في الأخير تمس. بوغندورا فضل حمام ديا. حمام ديا يحاول بالعرض مر لعميار وفي الأخير كوني كوني وفي الأخير نويوة. الأمطار ووضعية الأنصار. عبد الله هدف مقابل صفر دائما لصالح الاتحاد. عين البيضاء امام ملعب المالي. اللعب الان اكثر في وسط الميدان لحظات هذه. عجدير وتمس. 35 دقيقه مرت على الشوط الثاني. نتمنى باش ممثلنا يضيف اهداف اخرى حتى يلعب كل راحه في مقابله العوده في باماكو. تمس اخر. زغدود من ناحيه عبد الله. عبد الله بالعرض لبوغندورا.
عميار يطلب الكرة ما يتفهمش مع بوغندورا. عميار روح الكرة صالح نوم كاميرا تونسي ليها خطا وعبد الله يتقدم. عبد الله يدخل منطقة العمليات مرفوعة وما كان حتى واحد في الاستقبال فرصة أخرى تضيع لصالح عناصرنا. فرصة أخرى تضيع بعد العمل الممتاز من عبد الله تمكن باش يتوغل في منطقة الجزاء ويفتح، لكن ما كان حتى واحد في الاستقبال وفرصة أخرى تضيع. أداما كامارا فوقس وفضيل يبقى محافظ الكرة نتاعو ما يتفهمش مع عبد الله وتروح الكرة للدفاع الملعب المالي بالعرض. بوكندور ناحية عميار عبد الله ضربة الجزاء يتغاضى عليها الحكم. نتمنى باش نشوف الإعادة. عبد الله يعرقل في منطقة الجزاء. السيد الزبيري الويرة شوف فيه دفع والحكم يترك اللعب. سيد زبيري نويرة الحكم التونسي اللي كان قلت في الشوط الاول منح بطاقه صفراء للاعب اجدير بطاقه مجانيه. فوزي خد الكره اجدير زغدود والمناورة أكثر على الناحية اليمنى. حمامدية كوني تسدالو وخطأ والمساعد الحكم لصالح اتحاد عين البيضاء. نقترب من نهاية المباراة وهدف مقابل صفر دائما لصالح اتحاد عين البيضاء اللي كان بامكانه يضيف اهداف اخرى. شوف خطا لهنا اخر بوغندورا بقوه كان بامكانه التمرير هنا يا بوغندورا. هانش في وضعيه جيده للقذف. هدف مقابل صفر نتيجه ضئيله ما تخدمش كثير فريقنا، تم اعلنا انه سيتنقل الى مالي. كوني طويله رجع بوغندورا وعميار ربما الهدف الثاني. لا عميار ما سرعش هكذا نياطه ويفوت عليه هذه الفرصه مباشره للركنيه وفرص عديدة تضيع لم تستغل كما ينبغي. ونفذ الركنية من عشدير أخذ ورد وفي الأخير دفاع ملعب المالي بالمرصاد. حمامدية ماغا سوبا وميباركي حول تهدئة اللاعب مع زغدود منير يرجع للوراء. بن تونسي مباشرة ناحية من عبد الله ويقول السيد زبيري خطأ. سيد زبير نويرة يقول خطأ. بعض الأحيان ما يتبعش مليح السيد زبير نويرة. مقاسوبة وبوكندورة ما تخرجش الكرة. عباد صالح الاتحاد 8 بوبكر البديل هو اللي خرج الكره هذه التمس. عباد لميباركي
يباركي زغدود، زغدود مليحة من زغدود، فوضيلي فوضيلي يوجد من عجدير، يلا يا عجدير، عجدير عجدير فيه ثلاث لاعبين يطلبوا الكرة، في الأخير توصل الهدف، الهدف لا 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 يا عميار، لا يا عميار، أنا يا عميار، حاول القفز، تبقى الكرة عند حمامدية ويبقى الأمل، عباد مقوسة والسيد ماما توكاني هذا في المكان المناسب وينقذ الموقف. تبقى المحاولات نتاع فريقنا بدون نتيجة لحد الآن. غياب بورصاص أثر سلبا على مردود الخط الأمامي. 41 دقيقة وهدف مقابل صفر دائما. زغدود، فوضيلي، فوضيلي، عبد الله، عبد الله يرجع لعباد ثم زغدود يرفع رأسه، يوجد فوضيلي، فوضيلي يعرق الفوضيلي وخطأ لصالحه. كرة ثابتة لكن بعيدة نوعا ما عن مرمى الحارس ماما توكاني، حارس ملعب المالي. حارس الثاني هو بوبكر كايتا. زغدود في التنفيذ، زغدود بالعرض لبوغندورا، ومراقبة لاصقة على كل لاعب. رأسية من عميار وسهلة لماما توكاني. ماغاسوبا في مراوغة ماغاسوبا ناحية بوبكر جي وزغدود منير. زغدود منير لعب زغدود، عجدير مليحة من عجدير، المراوغة هذه قدم عجدير يحاول يمنح كرة لعبد الله، عبد الله وماما توكاني مباشرة للركنية، مباشرة للركنية. شوف عدم وجود مهاجمين أمام الحارس يسهل له المهمة. شوف الإعادة سهولة، ماما توكاني تنفذ الركنية، زغدود فضيلي والدفاع، زغدود ومعركة كبيرة في منطقة ملعب المال. عميار، عميار يحاول باش يفتح وست أمتار يقول مساعد الحكم. عباد، عباد في العمق والدفاع بقوة يخرج الكرة هذه. يا توما ديوب يخرج الكرة هذه بالتماس وبقوة بعد محاولة اللعب. عباد تماس لصالحه مباشرة لزغدود قائد الفريق. زغدود يرفع الكرة نتاعو، زغدود عميار وضيعة، ضيعة، ضيعة من عميار وست أمتار، ست أمتار لصالح الحارس ماما توكاني. واصل سقوط الأمتار على الملعب، كل ما هي بشرة خير. استمع لصيحات المدرب إريدير. زغدود، عباد، عباد وعميار، عميار لعبد الله، عبد الله معاه كوني. كوني وكرة لصالح عباد.
45 دقيقة انتهت، هدف مقابل صفر لاتحاد عين البيضاء أمام ملعب المالي. نتيجة حسب رأيي ما تكفيش، وتنفيذ الخطأ المخالفة هذه من بوغندورا ربما ستأتي بنتيجة. عجدير عجدير، تبقى الكرة عند عجدير، وركنية علي إريدي، وخيرة كبيرة إلى جنبه سيد معمري ساعده في تدريب هذا الفريق. اتحاد عين البيضاء نذكر بعد موسم رائع بطولة البطولة الماضية اللي مكنته موسم رائع مكنه من احتلال الصف الثالث، وبالتالي سمحت له المشاركة في كأس الكاف هذه، لأنه هذا الموسم عرف التقهقر إلى المراتب الأخيرة. سيد زبير نويراي لاعب في الوقت الضائع، ومخالفة كرة ثابتة لصالح زغدود والرفقاء. بن تونسي بقوة ممتازة ممتازة وجانبية، كاد بن تونسي باش يخادع الحارس ماما توكاني، تنفيذ للكرة الثابتة هذه، كرة قوية قوية من بن تونسي وجانبية. وفي هذه الأثناء السيد زبير نويرا الحكم التونسي يعلن عن نهاية هذه المباراة بتفوق ضئيل جدا، هدف مقابل صفر لصالح اتحاد عين البيضاء أمام ملعب المالي فريق اتحاد عين البيضاء.